السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحد الدروس المهمة والبسيطة جدا هو رسم الكيرفز أو المنحنيات في رينو. الموضوع بسيط جدا، هنستخدم أو هنشرح أربع طرق لرسم المنحنيات. أولها هو السكتش، يستخدم في رسم المنحنيات مثل ذلك. إذا نرسم أي حروف زي كده. ده كده كانت السكتش، طبعا مش دقيقة لكن ممكن تنفع في الريفيجن كلاود زي كده. طيب الجزء الثاني او النقطة الثانية، رسم كيرف فروم كيرف فري فورم من هاندل كيرف. دي بسيطة لكن شبيهة بالإلستريتور. بنضغط الأول ضغطة والتاني ضغطة بنسحب، الضغطة الثالثة بنسحب، الضغطة الرابعة بنسحب، الخامسة و يبقى دي كانت الهاندل كيرف. دي شبيهة جدا بالاستريتور. ايضا في فري فورم وفي انتربوليت بوينت. احنا بيرسم على حسب النقاط اللي موجودة على الكيرف، وبعد كده بيحدد أفضل منحنى للكيرف. في أيضا الكنترول بوينت شباب الانتربليت، ولكن الكنترول بوينت غير موجودة على الكيرف، هي موجودة فقط في أعلى الكيرف كالتالي. ده كده رسم كيرف. يبقى دي كانت أربع طرق، دي الانتربليت ودي الكنترول بوينت ودي الانتربليت. عادة بنستخدم اللي هي الهاندل كيرف لأن بتكون دقيقة، لكن باقي الطرق غير دقيقة إلا لو في كنترول بوينت وإحنا عايزين نرسم كيرف على أساس هذه الكنترول بوينت. أتمنى يكون هذا الدرس بسيط، وإلى اللقاء في درس قادم عن طريق رسم الـ 2D shape.